ماذا تفعل إذا عرفت إن لصاً يلاحقك؟ أها، اتصل بالشرطة. الاتصال بالشرطة صح. واه، وأفضل أفضل جواب. إذن أستاذ محمود تفضل، وأستاذ علي تفضل إلى مكانك رجاء. أعلى أعلى جواب. خلي نشوف. مساق مساق، مساء الخير. أحاول القبض عليه. أنت تحاول القبض عليه؟ بالبيت. شيني هذا. خافت الشرطية ما أدري. خلي نشوف. قلبة تحاولين إلقاء القبض عليه؟ إلقاء إلقاء. مواجهة. حلو، مواجهته. يعني هي اللي تلقي القبض عليه او تقاتله او تدافع عن نفسه. اذا حسين شو تقول؟ استخدام سلاح الدفاع عن النفس. استخدام سلاح الدفاع عن النفس. اذا استخدام السلاح. سلاح. البحث عن سلاح، شيء له علاقه بالسلاح والمواجهه وطلب النجدة باقي احتمالين. شو تقول منار؟ ممكن ترجع أحمد تعيد سؤالك بتفاصيل. ماذا تفعل إذا عرفت إن لصاً يلاحقك؟ أنهزم. ها؟ أنهزم. جبع؟ إي. تذكر أيام السلابة؟ إي. شيلها. زين، خلينا نشوف خلينا نشوف. الهروب. والله موجودة وإن شاء الله أنا ما يعني وإن شاء الله أنا ما أسويها. أنا ما أسويها لحس واحد وما عندي أهرب. إذن علي أنت إيش تقول؟ أنا باقي آخر احتمال. إذا عرفتوه راح تأخذون الجواب وتأخذون النقاط اللي 86 وبعد ما يظهر. قل لي أدخل أي بيت أو شيء إذا يلاحقني هو بالشارع، يعني أدخل بيت أو أي مكان. الدخول إلى منفذ، إلى ملاذ. خطأ واحد وباقي احتمال واحد. مساق. الصراخ. ها؟ الصراخ. الصراخ. أن أصرخ. خلينا نشوف. أن أصرخ. واو واو واو. مبروك 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 مبروك. عرفوا الاحتمالات كلها، عرفوا الاحتمالات كلها. مبروك عليكم. والله صدق قلتوا ابطال. ما عشيني هاي بس. حسين 100 نقطة لعائلة النعيمي و85 نقطة للناصري.